يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، هل يؤخذ جواز نعم هل يؤخذ من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه جواز التنازل عن بعض المسلمات في الدين لكسب أهل الفسق والضلال؟ إبراهيم ما تنازل عليه الصلاة والسلام، ما تنازل عن شيء من الدين لكسبهم، وإنما يريد أن يبطل حجتهم، هذا القصد، يريد أن يبطل حجتهم ويدحضها، ولم يتنازل عن شيء من دينه إرضاء لهم أو تألفا لهم، هذا مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز التنازل عن شيء من الدين إرضاء لهم أو تأليفا لهم، لا يجوز هذا أبدا. إنما اتخاذ التقية عند الضرورة، وهي موافقتهم في الظاهر للسلامة من شرهم، هذا يجوز، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. نعم.